يا رب مفيش فايدة فيا، مفيش فايدة. كل سنة أقول هتحسن، كل اعتراف أقول هبتدي جد، لكن مفيش فايدة. لا يا حبيبي ما تقولش كده أبدا. هي الفايدة فيك ولا فيا، حتى لو أنت مش قادر أنا هساعدك. يا رب هتساعدني في إيه ولا إيه؟ ده كل حاجة غلط، الأفكار غلط والكلام غلط والقرارات غلط وحتى الجسد غلط. أنا مفيش حاجة فيا عدل أبدا. يا حبيب ربنا انت مش شايف صح، انت ابني، انت هيكل لروحي، اسمك مكتوب عندي في السماء. انت بتحاول تصلي وبتحاول تهرب من الخطية، انا شايف حاجات حلوة كتير. يا رب انا مش شايف حاجة من دي، انا كل اللي شايفه ان انا فاشل عاجز خاطي ومفيش فايدة فيا. يا ابني ما تقولش كده، انت نسيت ان انا وعدتك، قوتي في الضعف تكمل، خليك ضعيف وانا هقويك. انا جيت علشان الخطاة وبحبهم جدا، انا قادر انقذك. طباعي يا رب صعبة، في حاجات جوايا حاسس اني مش ممكن تتغير، حتى لو عشت 100 سنة انا مش هعرف اغيرها ابدا. انت مش هتعرف بس انا هعرف، دي شغلتي مش شغلتك. انت عليك تطلب وانا استجيب، تقرع وانا افتح. وما تنساش كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه. سوري يا رب بس انا طلبت كتير وبرضه مفيش فايدة ومفيش تغيير، ساعات احس اني اسوأ كمان من الاول. لا يا حبيب طلباتك غالية علي، وأنا بسمع كل حاجة وبستجيب في الوقت المناسب. أنا عارف الطريقة والوقت المناسب، صدقني أنا هغيرك، بس طول بالك علي. يعني يا رب أحاول تاني بعد كل المرات اللي فاتت؟ أنت مش زعلان من كتر الوعود والمحاولات الفاشلة؟ حبيبي دي مش محاولات فاشلة، دي خطوات للنجاح والانتصار. بالعكس كل وعد منك وكل محاولة منك معناها انك بتحبني وعاوز ترضيني، وده فعلا بيفرحني قوي. يا رب انت طيب قوي وانا بحبك قوي. وانا كمان يا ابني اكتر مما تتصور. أنا معاك يا حبيبي، أنا معاك دايما طول العمر.